التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى والتي ستعقد بالعاصمة الرياض. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، والتي تهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة إلى عدم التفريط في أموال الشعب التونسي مع تحقيق هذا الهدف خلال 6 أشهر. وعقب أداء أعضاء اللجنة اليمين في قصر قرطاج، أكد سعيد أن اللجنة مطالبة باسترجاع نحو 4 مليارات و200 مليون دولار إلى الشعب التونسي، مؤكدا أن الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن خطر استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية في أوكرانيا تضاءل استجابة للضغط الدولي. وفي تصريحات إعلامية بمناسبة مرور عامه الأول على توليه المنصب، أضاف شولتز أن الحرب ماضية بوحشية ثابتة، لكن شيئا واحدا تغير في الوقت الحالي، وهو أن روسيا توقفت عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في رد فعل على الوضع المجتمع الدولي خطا أحمر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا الاتحادية هي الضامن الحقيقي الوحيد لوحدة أوكرانيا ضمن حدودها الحالية. وخلال اجتماع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قال بوتين إن الغرب تجاهل المصالح المشروعة لسكان دونباس وروسيا، مشيرا إلى أن القوميين البولنديين يحلمون بالاستيلاء على الغرب الأوكراني الذي حصلت عليه أوكرانيا نتيجة لقرارات ستالين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أدت نائبة الرئيس السابق لبيرو دينا بولوراتي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه. وتصاعدت الأزمة السياسية في بيرو بين الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمنية، لينتهي الأمر بعزل كاستيلو من منصبه قبل أن تعتقله الشرطة. هذا وقد صوت البرلمان على عزل كاستيلو بتهمة العجز الأخلاقي بأغلبية 101 نائب من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر، لتعلن الشرطة البيروفية بعد ذلك اعتقال كاستيلو الذي وصفته بلقب الرئيس السابق. هز زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر أقليم جاوا الغربية بإندونيسيا. وذكرت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ أنه لا توجد تحذيرات من أمواج المد البحري العاتية تسونامي. وأضافت أيضا وكالة الأرصاد أن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.